ومن دلائل السنة العظيمة حديث الثلاثة نفر الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها فقال أحدهم: أما إني أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: وأنا أصلي الليل ولا أنام، وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بما قالوه فغضب عليه الصلاة والسلام، لأن هذه نزغات من الشيطان في ميل الإنسان إلى التشديد على نفسه، وبالتالي قد يفوته خير كثير. قال عليه الصلاة والسلام: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصلي وأنام. شوف الاعتدال والوسطية والجمع بين الأمور، وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ثم بيّن أن هذه سنته عليه الصلاة والسلام، فقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن ليست العبرة بكثرة الأعمال ولا بالتشديد والتنفير، وإنما بالسير على مقتضيات الشريعة، ومن أهم مقتضياتها وقواعدها قاعدة الوسطية والاعتدال، قاعدة اليسر ورفع الحرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.